أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من فقه الحياة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. من هذا المنطلق مشاهدينا الكرام ننظر إلى الإسلام كونه جاء بالأمر بالتعاون بين المسلمين وأن يسود بينهم التكافل والتآزر في المشاعر والأحاسيس فضلا عن التكافل في الحاجات والماديات، ثم كانوا بهذا الدين الحق كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى التعاون فطرة خلق عليها جميع مخلوقاته، صغيرها وكبيرها، ذكرها وأنثاها. والملاحظ أن النصوص الشرعية جاءت بالخطاب الجماعي، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وقوله أيضا: يا أيها الناس، وقوله: يا بني آدم، فإن ذلك يدل على التعاون والتكامل. التعاون بالتأكيد يؤدي إلى نهضة المجتمع وتعليم شبابه القدرة على مواجهة الأزمات بروح الفريق لا بروح الفرد، فالجماعة دائما أقوى من الفرد، وهذا ما علمنا إياه نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. للحديث في هذا الموضوع بشيء أكثر تفصيلا نرحب ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، رئيس قسم أصول اللغة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا الكريم. شكر الله لك وبارك فيك. نستأذنك في الخروج إلى فاصل قصير معتاد في بداية الحلقة، بعده نبدأ الحديث مع حضرتك إن شاء الله. تفضل يا سيدي. أهلا بكم مشاهدينا، ونجدد التحية لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور. أهلا بك مجددا أستاذنا. شكر الله لك وبارك فيك. بعد هذه التقديمة لعله من المفيد أن نبدأ بتحديد ماهية التعاون، أو ماذا تعني هذه الكلمة انطلاقا من وجهة نظر الإسلام، أو إذا كان لها دلالات أخرى في اللغة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فلعلك أخي الأستاذ أحمد تدرك بأن مثل هذه الموضوعات في هذه الآونة لا بد وأن تطرح على الساحة، لأننا في عصر يحاول فيه أعداء الإسلام، بل قل يحاول فيه أعداء البشرية أن يفرقوا وألا يوحدوا. إذن لا بد وأن نعود إلى ديننا الإسلامي الحنيف الذي جاء من أجل أن يوحد الناس ولا يفرقهم، وجاء من أجل أن يجمعهم على قلب رجل واحد. وكما تفضلتم في المقدمة، فإن ربنا تبارك وتعالى في معظم الخطابات التي يخاطب بها البشر، لأن القرآن للبشرية جمعاء، إنما يأتي دائما بضمير الجمع حتى يقول للناس أو يبعث رسالة للناس، كل الناس، بأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده في هذه الحياة، ولكنه في مسيس الحاجة إلى الآخرين، حتى وإن كان ذا موقع أو منصب أو جاه، حتى ولو كان يملك الأموال والثروات، حتى ولو كان لديه من البنين والبنات والعائلة الكثير والكثير، لا يمكن أبدا أن يستغني الواحد عن الآخرين. وهنا أتذكر قول القائل: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. والسؤال الذي تفضلتم به: ما معنى التعاون؟ كلمة التعاون فيها لون من ألوان المشاركة كما يقول علماء اللغة. لا بد أن أقول مثلا: تعاون محمد وعلي، ولا أقول تعاون محمد وفقط، لأن هناك معاون وهناك معاون. معاون اللي هو اسم الفاعل، والمعاون الذي هو اسم المفعول. إذن هذه المادة أو الجذر اللغوي للمادة تعاون اللي هو عونا، يدل بهذه الصيغة تعاون على المشاركة بين إنسان وإيه؟ بين إنسان وآخر. ينصرف منها الفعل أعانة أيضا؟ نعم، الفعل أعانة ومعين ويعين، كل هذه الأفعال أو المشتقات إنما تأتي من هذه المادة اللغوية اللي هي عاونة، ومنها تعاونة.
التي استخدمها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة آل عمران. ما معنى التعاون؟ التعاون معناه أن يظاهر، لا أقول المسلم فقط لأن الدين الإسلامي دين عالمي، ولا أقول المسلم فقط، لماذا؟ لأنه إذا قلت يعاون المسلم أخاه المسلم فهذا أمر طبيعي، إنما أن يعاون المسلم أخاه في البشرية أو في الإنسانية، أن يظاهره وأن يعاونه وأن يقف إلى جواره في آلامه وفي آماله وفي كل شدة وفي كل وقت وفي كل حين. ولذلك يعني قد نسبق الأحداث ونقول بأن هؤلاء الذين يتعاونوا بعضهم مع بعض يرضى عنهم ربنا تبارك وتعالى، بل إنه قد ثبت في الحديث يد الله مع الجماعة. واسمح لي، وحين نقول يد الله يعني قدرة الله، يبقى هي لا تكون مع الفرد ولكنها لا تكون مع الجماعة. واسمح لي أنه يأتي إلى بؤرة شعوري وشعوركم وشعور الإخوة المشاهدين الآن، أن صلاة الجماعة مثلا تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة أو ب25 درجة حسب روايات الحديث. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ما صلى وحده قد يوسوس له، أضف إلى هذا أنه لا يكون تابعا لإمام ولا يستمع إلى قراءة إذا كان في القراءة الجهرية وما إلى ذلك. ومن هنا فضلت صلاة الجماعة على صلاة الفرد بهذه الدرجات التي وردت في أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمح لي أخي الأستاذ أحمد أن أؤصل لقضية أقسام الناس في التعاون. يقول الإمام الماوردي بأن الناس في قضية التعاون ينقسمون إلى 4 أقسام. هناك من يعين ويستعين، وهذا أمر طبيعي، وكما يقول العلماء هذا أعدل البشر، الذي يعين غيره والذي يستعين بغيره. وهناك من لا يعين ولا يستعين، وهذا إن كان مسلما فالأجدر به أن يتبع تعاليم الإسلام وأن يعلم بأنه يعيش هكذا دون هدف ودون منهج في هذه الحياة، لأنه لا يعين غيره ولا يستعين بغيره. وهناك من يستعين ولا يعين، ولقد وصفه العلماء بأن فيه لونا من ألوان اللؤم، لأنه يستعين بالآخرين ولا يعين الآخرين. وهناك من يعين ولا يستعين، وطبعا هذا إنسان ارتقى درجات ودرجات لأنه أخذ على نفسه أنه يعين غيره ثم إنه لا يستعين بغيره. وهنا أتذكر موقف حدث مع أحد الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال له لا تسأل الناس شيئا وإن سقط صوتك، وإن وقع منك الصوت، اللي هو آلة من آلات الإيه الآلات البدائية للقتال. ولذلك كان هذا الصحابي الجليل بعد ذلك إن سقط صوته لا يطلب من أحد أبدا أن يأتي له بهذا الصوت الذي وقع على الأرض، ولكنه يأتي به هو. ولكن أنا ظننت أنت حضرتك يعني تقدم هذا التصنيف أنه أفضل هذه الأصناف من يستعين ويعين، كونه تحقق فيه مراد الله. مدى هذا الذي قلنا عنه إنه أعدل الناس، اللي هو أول قسم من هذه الأقسام. الذي أثنيت كثيرا على من يعين ولا يستعين، أنا بقول هذا ارتقى درجات ودرجات بحيث إنه يعني أغناه الله تبارك وتعالى، لكنه لا يتقدم، فهو يقدم الخير لكنه يحاول جاهدا ألا يحرج الآخرين بطلب الإيه؟ طلب المعونة. لكن الأعدل الأعدل أعدل الناس، وهذا لون من ألوان الوسطية في الإسلام، أن أعينك أنا وأن تعينني أنت، ويحصل لون من ألوان التبادل في قضية هذا الإعانة. هذا الصنف يسبق كل الأصناف الأخرى، يسبق كل الأصناف، أو هو أعدل الأصناف كما قال العلماء. كما تفضلتم، الآية القرآنية الكريمة التي تعد نصا في قضية التعاون قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هيا بنا إذا أذنت أن نقف مليا مع هذه الآية نتدبر معاني هذه المفردات القرآنية. تعاونوا، قلنا التعاون فيه لون من ألوان المشاركة، وتعاونوا أضيفت إلى ضمير الجماعة كما قلنا، يبقى معنى هذا أن هذا خطاب لكل الناس وبالأحرى الذين يؤمنون بهذا القرآن.
هذا التعاون يكون على مستوى الأفراد، يكون على مستوى الجماعات، يكون على مستوى المؤسسات، يكون على مستوى الهيئات، يكون على مستوى الدول. لكن أسلوب الخطاب هنا أليس هناك من تأمل حوله؟ يعني لم نجد مثلا الآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، لم تقدم الآية بأسلوب نداء. نعم. وكأن أسلوب النداء جاء ضمنيا في الفعل نفسه، وتعاونوا. نعم، يعني تعاونوا هذا أمر، ده فعل أمر أو أمر. نعم. أي هذا أمر بالتعاون، والأمر يكون يمكن أشد في الالتزام ربما من أي صيغة أخرى من الصيغ. وكما تفضلتم أيضا بأن يا أيها الذين آمنوا وردت كما قلنا أكثر من مرة في القرآن الكريم 90 مرة، وإما أن يأتي بعدها أمر أو يأتي بعدها نهي، كأن الأمر هنا لا يحتاج إلى نداء. نعم. لأن المسافة لا تتحمل هذا النداء. نعم. ولذلك والله أعلم آثر ربنا أن يقول وتعاونوا على البر والتقوى. ولاحظ معي أخي المكرم والمشاهدون الكرام بأن الله قد قال وتعاونوا على، واستخدم لفظة على وهي حرف جر تدل على الاستعلاء، ومعنى هذا أنكم إذا اتحدتم وإذا تعاونتم فإنكم تكونون في علو وفي رقي وفي ارتفاع وفي سمو وفي سموك. هذه السنة يستوي فيها المسلم وغير المسلم. نعم. اطلاقنا الآية الكريمة وتعاونوا، وتعاونوا. نعم. على البر والتقوى، ما معنى كلمة البر وما معنى كلمة التقوى؟ وكأنه من وجهة نظر المتواضعة تدور رحى الإسلام حول هاتين اللفظتين. البر عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله حين سئل عنه البر هو الإيمان، فكأن الإيمان كل الإيمان بكل تفاصيله بعقيدته بشريعته بأخلاقه إنما ترمز إليه كلمة البر. البر هو الإيمان. نعم. ثم تلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية الجامعة الفاذة من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. لو وصلنا إلى آخر الآية لوجدنا كما قال العلماء أن هذه الآية قد اعتمدت على أو أشارت إلى عمود الإسلام. الإسلام ما هو؟ لو سألك أي سائل ما الإسلام هتقول له عقيدة وشريعة وأخلاق. العقيدة كل ما يتصل بالإيمان بالله واليوم الآخر والبعث والجزاء والجنة والنار وما إلى الكلام ده كله. بعد كده الشريعة كل ما يتصل بأمور الشرع من عبادات ومعاملات وما إلى ذلك، وبعد ذلك الأخلاق التي يتميز بها ديننا الإسلامي والتي بعث من أجل أن يتممها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإيمان أيضا هنا هو الجوهر وليس المظهر. نعم. لأنه الآية الكريمة يعني نفت فكرة المظاهر عن حقيقة البر. حين قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وهذا نعم. اسمح لي، كان ردا على هؤلاء اليهود حين كان الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه يتجهون إلى بيت المقدس، وبعد ذلك تحولت وجهتهم بأمر الله عز وجل إلى البيت الحرام كما كان يتمنى ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما حدث هذا التحويل يعني أرغدوا وأزبدوا كما قال القرآن: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. وهنا يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وكأن الله يريد أن يرسل برقية عاجلة ويقول لا تتوقفوا عند هذا الحكم، فالحكم هذا انتهى، ولكن انطلقوا إلى المهم بعد ذلك، وهو ولكن البر من آمن بالله هو تطبيق العقيدة وتطبيق الشريعة وتطبيق الأخلاق. وفي النهاية، في نهاية الآية يقول ربنا تبارك وتعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى إذن هذا في عجالة معنى كلمة الإيه؟ معنى كلمة البر. ثم بعد ذلك تأتي كلمة التقوى، وكلمة التقوى ترددت مئات المرات في القرآن الكريم لدرجة أن ربنا تبارك وتعالى يأمر حبيبه صلى الله عليه وسلم بالتقوى في بداية سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. ويقول العلماء في ذلك إن الخطاب للنبي والمراد أمته، أو المراد استمر على الإيه؟ على التقوى طيلة حياتك إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. ولأهمية التقوى حين تفتح المصحف الشريف والإخوة المشاهدون الكرام تجد في أول سورة البقرة حديثا عن أصناف الناس في القرآن الكريم، وربما المعنى إلى هذا قبل في بعض الحلقات قبل ذلك، يتحدث عن المؤمنين في 5 آيات، ثم يتحدث عن الكافرين في 2، ثم يتحدث عن المنافقين في 13 آية.
المهم أنه حين أراد أن يتحدث عن المؤمنين لم يقل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ولكن قال هدى للمؤمنين. وكأن معنى هذا أنك ما دمت مؤمنا الوضع الطبعي لا بد أن ترتقي حتى تكون متقيا لله تبارك وتعالى. والتقوى في أبسط معانيها كما يعلم الجميع ألا يراك الله حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك، أو كما أعبر أنا عن معنى التقوى هذا التعبير وأقول بأن التقوى أن يستيقظ الضمير لدى كل مؤمن ومؤمنة. نعم. بمعنى ألا يكون الضمير ميتا، بل يجب أن يكون ضميرا يقظا حيا. والضمير اليقظ الحي يدفع صاحبه إلى التعاون مع الآخرين، يدفع صاحبه إلى أن يكون متخلقا بأخلاق الإسلام، يدفع صاحبه إلى زيادة الإنتاج، يدفع صاحبه إلى الانتماء للوطن الذي يعيش فيه، يدفع صاحبه إلى أن تكون علاقته مع الآخرين علاقة طيبة. وهكذا يبقى كأن البر وهو الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والتقوى كما ورد في هذه الآية القرآنية الكريمة كأنهما جناحان يجب على المسلم أن يعتمد عليهما حتى يصل إلى مرضات الله وإلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولكن دكتور في مواضع أخرى نجد وكأن التقوى مرادف للبر، الآية الكريمة ولكن البر من اتقى. نعم، اسمح لي أن أقول بأن عندنا قاعدة في اللغة تقول إن العطف يقتضي المغايرة، وحين ننظر إلى الآية التي معنا وتعاونوا على البر والتقوى، فهناك عطف يبقى البر قيمة من القيم، والتقوى أيضا قيمة عظيمة من قيم الإسلام، لكن هاتين القيمتين إنما يعني تتعاونان من أجل أن ترتقي بالمسلم إلى درجات عليا في الدنيا وفي الآخرة. وحين يقول الله عز وجل وهذه الآية في سورة البقرة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. هنا تقضي هذه الآية على عادة كانت موجودة في الجاهلية، هذه العادة كان إذا ما ذهب أحدهم للحج بطريقتهم قبل الإسلام كان حين يعود لا بد أن يدخل من ظهر البيت، يثقب ثقب في ظهر البيت ويدخل إيه ويدخل منه، وكانت هذه عادتهم وطبيعتهم. فجاء القرآن الكريم من أجل أن يقول إن هذه الأمور الشكلية الظاهرية، والإسلام يحارب الشكل والظاهرة دائما ويعنى بالمخبر والباطن، إن هذه الأشكال الظاهرية لا قيمة لها في الإسلام ولكن البر من اتقى. فإذا أردتم أن تكونوا مؤمنين حقا فلا بد أن تتحلوا بصفة التقوى. لاحظ معي أخي الكريم ما دمنا مع الآية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى أمر بأن نتعاون على هاتين القيمتين البر والتقوى، ونهي عن أن نتعاون بالإثم والإيه والعدوان. وبالتأكيد الكل يعلم الآن بأن كلمة الإثم تقابل البر، وكلمة التقوى تقابل الإيه تقابل العدوان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والإنسان بطبيعته هناك جانب خير وهناك جانب شرير، وإذا ما أحس أنه مقدم على إثم أو فعل معصية أو ما إلى ذلك لا بد أنه يعلم بالتأكيد بأن صدره إذا انشرح للإسلام فإنه سيكره ولن يرحب أبدا بهذا الإثم وبتلك المعصية التي يفعلها. وفي الوقت ذاته فإن الناس العقلاء الراشدين إنما سيلومونه على هذا الفعل وعلى ذاك الإثم. ومن هنا كان قول الرسول عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يقابل كلمة التقوى ماذا؟ العدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والإيه؟ العثم والعدوان. العدوان هنا معناه الظلم أو مجاوزة الحد في الظلم. وكأن المتقين إنما يلتزمون بالعدل وبالإنصاف في جميع تعاملاتهم مع خلق الله مؤمنين وغير مؤمنين، وإذا لم يتصفوا بهذه الصفة فمعنى هذا أنهم سيكونون عدوانيين ظالمين
ونحن نعلم أن الظلم حرمه الله عز وجل على نفسه وحرمه أيضا على عباده، وهدد الظالمين في القرآن الكريم بأنه لن يغفل عنهم ولن يهملهم، وإنه إن أمهلهم فلن يهملهم. والقرآن الكريم يقول في ختام سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لاحظ معي أخي المكرم بأن بقية الآية التي ندور حولها في هذا اللقاء: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وبعد ذلك واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مرة أخرى التقوى. نعم. وهذا لون يجمع بين الترغيب وبين الترتيب وبين الترهيب، وهذا هو ديدن القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة. ربنا يريد أن يقول إن إسلامنا يجمع بين هذين الأمرين، وهذا بلاغ لجميع الذين يتحدثون في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في أنك في حديثك لا بد أن تجمع بين الترغيب والترهيب، لا تمسك بيدك صوتا وتلهب به ظهور الناس وأنت تعظهم، فإن الناس سينفرون منك ولن تؤثر موعظتك في أي واحد من هؤلاء، وفي الوقت ذاته لا تتبسط لدرجة أن تجعل الإسلام هينا لينا عند الآخرين، ولكن يجب على الإنسان الداعية بالذات أن يكون إنسانا متوسطا بين الترغيب وبين الترهيب. إذا ذكر الجنة وأهلها عليه أن يذكر أيضا النار وأهلها، فهنا يرغب وهنا يرحب، والعكس بالعكس أيضا. وهذا هو منهج الدعوة الإسلامية جميلة الصحيح. جميلة جدا هذه الإشارة، كونك مهتما ومنشغلا بأمور الدعوة والدعاء. وأتمنى أن تصل إلى من يهمه. هنا نذكر طبعا الآية المشهورة: ولو كنت فظا غليظ القلب فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نعم، ولكن اللافت للنظر هنا دكتور أنه في أكثر من موضع الذي تناولناه من القرآن الكريم أن التقوى ملازمة للبر. نعم. أينما ذكر البر جاءت التقوى. نعم. فهل من يعني دلالات ما حول هذا الرابط؟ بكل تأكيد. نعم. وإحنا قلنا بأن ربنا حين أراد أن يتحدث عن أول صفة من صفات القرآن الكريم قال هدى للمتقين ولم يقل هدى للمؤمنين. نعم. والذي يتأمل هذا يقول بأن كان الأمر الطبيعي أن يقول هدى للمؤمنين، لأن التقوى مرحلة تأتي بعد مرحلة الإيمان، ولكن القرآن الكريم يريد أن يقرر منذ البداية وفي أطول سورة مدنية من سورة القرآن الكريم وهي سورة البقرة. نعم. بأن التقوى هي الأساس وأنها الرحى وأنها مدار الإسلام. وإذا كان البر كما قلنا وكما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإيمان، فمعنى هذا أن ربنا يريد أن يقول بأن الإيمان والتقوى متلازمان. نعم. لا ينفك أحدهما وكأنهما يصدران من مشكاة واحدة. نعم. ولذلك يقول بعضهم في معنى التقوى من الناحية اللغوية أن أتقي النار من الوقاية، أن أتقي ليه؟ أن أتقي النار، ومعنى هذا أنني أؤمن وبعد أن أؤمن أجاهد نفسي مجاهدة شديدة، لأن هناك كما قلنا قبل ذلك وكما يعلم الجميع أعداء كثيرين يتربصون بالإنسان، الشيطان والنفس والهوى وما إلى ذلك، كل هؤلاء أعداء الإنسان والحرص والأمل وما إلى ذلك، فأنا أجاهد نفسي مجاهدة كبيرة حتى أصل إلى درجة التقوى التي هي الهدف الأسمى من أهدافه الإيمان.